كوفيد 19 مرض يجتاح العالم حاليا ويوسع دائرة انتشاره وضحاياه كل لحظة، وما عناش ليه تطعيم ولا علاج شافي. مبقاش قدامنا إلا مناعتنا الذاتية، يعني نرمو بمصير الإنسانية على عاتق جهاز المناعة. زعما يقدر على المهمة؟ عشر ملايين إنسان حاليا مصابون بمرض كورونا حول العالم، أغلبهم تغلبوا على المرض وولت عندهم مناعة ضده، يعني لا خوف منهم ولا عليهم. لو يتعمم هذا العدد على فئة أكبر تصبح عندنا ما يعرف ب مناعة القطيع، وبذلك ممكن يقل انتشار الفيروس. كمثال، سنة 2015 ظهر فيروس زيكا الذي أصاب أكثر من 800 ألف إنسان حول العالم، لكن بشاعته أنه كان يصيب النساء الحوامل ويسبب تشوهات كبيرة في الأجنة. هذا اللي خلى الشركات تتسابق لإيجاد تطعيم، لكن متفاجئوا بأن معدلات الإصابة انخفضت بشكل سريع. كيف؟ يبدو أن المصابين اكتسبوا مناعة ضد والفيروس تحاصل وما بقاش عارف ينتقل من إنسان إلى آخر بسهولة. هذه هي مناعة القطيع. باهي، هل الكلام هذا نقدر نطبقوه على كوفيد-19 أو فيروس كورونا؟ بالأرقام، نحن محتاجين 60% من سكان الأرض يمروا بتجربة الإصابة بفيروس كورونا، يعني إصابة المليارات من البشر وخسارة الملايين. هذا من مناعتهم ضعيفة وما قدرتش تتغلب على الفيروس. المشكل الأكبر لو أصبنا جميعا في نفس الوقت، هل قدرة الطاقم الطبي قادرة على هذا؟ تقول لي مال الخطة طاحت في الماء؟ يبدو كذلك. الحل الوحيد اللي عنا حاليا هو اتباع كافة الإجراءات الممكنة من أجل تبطئة انتشار الفيروس وحماية أنفسنا أطول وقت ممكن. في الأخير، نتمنى يكون فاتكم المحتوى. نرحب دائما بانتقاداتكم وتفاعلاتكم. ما تنسوش زر الإعجاب والمشاركة. نلتقي في عمل جديد.